بالتفصيل وبعد كده خلاص. شوف رئاسة بطرس بيسموها primacy of Peter. primacy يعني أولويته أو رئاسة، ويتبعها رئاسة روما اللي بيسموها primacy of Rome. فاحنا عايزين رئاسة بطرس ورئاسة روما نناقشها. ما هي الأدلة التي يأخذها الكاثوليك أو يثبتون بها رئاسة بطرس؟ هقول لكم عليه. 1 2 3 4 5 6 7 8. خدتوا الثمانية؟ طيب. أول حاجة في متى 16 آية 16 و17 لما قال له أنت هو الصخرة، أنت هو بطرس، أنت هو الصخرة، أنت هو بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لم تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ما حللت عليها. فدي يسموها إثبات الصخرة والمفاتيح. إثبات الإيه؟ الصخرة والمفاتيح، يعني هو الصخرة وواخد المفاتيح. عشان كده أنا أي صورة من الصور فيها بطرس ماسك مفاتيح ما برضاش أمضي عليها. تلاقوا صورة للصليب كبيرة كده وعلى حواليه ال 12 رسول ومن فوق بطرس ومسك مفتاحين، لو جات لكم صورة زي دي اعرفوا انها صورة كاثوليكية. او بطرس وبولس، صورة بطرس وبولس وبطرس مسك مفتاحين، اعرفوا انها صورة كاثوليكية. يعني هو اللي ماسك المفاتيح والباقيين ما خدوش مفاتيح. نعم مش فاهم. ها مفتاحين يعني مفتاح بتاع السماء ومفتاح الثاني بتاع الارض، يعني بداله مفاتيح السماوات والارض. فمفتاح بيفتح به السماء ومفتاح بيفتح به الارض، ربنا يفتح عليه وعليه. فده اول اثبات. الاثبات الثاني عندهم لما قابل المسيح الرسل في يوحنا 21 آخر إصحاح من إنجيل يوحنا وقال له ارعى غنمي ارعى خرافي، فبيقول لك بعهد إليه بالرعاية. الإثبات الثالث أن بطرس ذكر أولا في بعض المناسبات زي في اختيار الرسل مثلا في متى 10 الأول بطرس. إثبات الرابع أن مثلا يقول في بطرس الأولى إصحاح 5 آية 13 يقول تسلم عليكم المختارة التي في بابل ومرقس ابني، فيقول أهو ده ابنه حتى لو ما كانش كل الناس ولاده يقع اللي قاله مرقس عندنا في مصر ده هو إيه ابن. الإثبات الرابع الخامس كان الخامس ان في كتاب ابن العسال في الباب الرابع يقول لك في حاجات عن رئاسة بطرس روما في قانون نيقيا 37 ونيقيا 43، ومعروف ان مجمع نيقيا ما قالش غير 20 قانون، وقانون 37 ده قانون مزور، وقانون 43 قانون مزور، والباب الرابع كله في ابن العسال كله غلط. يعني دي من ضمن الانتقادات التي توجه لابن العسال، ان كنت درست قانون ما عرفت خدت الحاجه دي ولا لا. كمان كلمات لبعض الاباء كان بعض الاباء يقولونها في اسلوب الاحترام لبعضهم البعض ياخذوها على اعتبار انها او بعض صلوات القسم، او ان المسيح قابل بطرس اولا ظهر له كلمه الى اخره. دي الاثباتات اللي عندهم. ونحن نريد في مناقشتنا لموضوع بطرس الرسول وموضوع روما ومناقشته أن نتكلم على 3 نقاط رئيسية. النقطة الأولى، هل مبدأ الرئاسة العامة للكنيسة ك
كانت موجودة أيام الرسل، وهل أقرها السيد المسيح أم لا. المبدأ الثاني، هل كنيسة روما أسسها بطرس الرسول أم لا. المبدأ الثالث، هل توارث الرئاسة كان موجودا في الكنيسة أم لا. ماشي كلامنا؟ ناخذ النقطة. هل مبدأ الرئاسة العامة كان موجود أيام الرسل، وهل أقره السيد المسيح؟ ما فيش شك إن الرئاسة المحلية موجودة، يعني كل كرسي من الكراسي له رئاسته في منطقة من أجل تدبير الكنيسة، لكن إنسان يرأس الكنيسة عامة من شرق الدنيا إلى غربها في العالم المسيحي كله، ده أمر غير موجود. لأن هما ما بيقولوش إن مثلا روما رئيسة الكنيسة الكاثوليكية، إنما رئيسة المسيحية في العالم كله، وإن بطرس كان رئيس المسيحية في العالم كله. وهنا نحب أن نقول إن السلطان الذي أعطاه المسيح لبطرس أعطاه للرسل كلهم. فالسلطان اللي قال له ما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللته على الأرض عن سلطان المفاتيح في متى 16-18 موجود في متى 18-18 لجميع الرسل، ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء. وأيضا هذا السلطان العام أعطاه للرسل في يوحنا 20-23 لما قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت له، ومن امسكتموه عليه امسكتم. اذا سلطان الحل والرب الذي اعطي لبطرس اعطى لجميع الرسل في متى 18-18 وفي يوحنا 20-23. ايضا نجد ان المسيح رفض مبدا الرئاسه العام هذه لما أتت إليه أم يعقوب ويوحنا ابني زبدي وقالت له قل أن يصير واحد منهما عن يمينك واحد عن إيه عن شمال. نقرأ الكلمتين دول في متى 20 من آية 20 واللي بعديها. حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها ماذا تريدين؟ قالت له قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن يسار في ملكوت. فأجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنت وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له نستطيع. قال لهما أما كأسي تشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من قبل. يعني مبدأ الرئاسة رفض. وبعدين التلاميذ بقى بص لهم وقال لهم أما تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم؟ فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية الناس كثير. يبقى هنا وجه أنظارهم إلى الصليب وإلى الصبغة وإلى الألم، وقال لهم اللي عايز يبقى الأول يبقى هو الخادم للكل، حتى ابن الإنسان جاء ليخدم لا ليخدم. يبقى مبدأ الرئاسة إما تسمى ما جابش وسبته خالص. دي كانت تجربة التلاميذ وقعوا فيها والمسيح إيه صلحها. وفي مرقس 9 من آية 22 تلاقوا نفس الكلام.
نفس الكلام. من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب، من أراد أن يخلص نفسه يهلكه ومن يهلك نفسه من أجل إنجيلها ويخلصها إلى آخر. وقال لهم برضو نفس الموضوع. الذي نعرفه هو أن الرئاسة العامة للكنيسة كانت هي لمجمع الرسل، ما كانتش لرسول معين، كانت لمجمع الرسل اللي زي عندنا ما بنقول مجمع المقدس مثلا لكل اثنين، بدليل ان في موضوع قبول الامم وكرنيليوس وغيره، مع ان بطرس عمل الحكاية دي وكانت مسألة فردية، لما عرض الامر كمبدأ عام عرض على مجمع الرسل وكل واحد بقى يقول رأيه، وانتهى الامر الى عبارة يقول الروح القدس ونحن، يعني الروح القدس المتكلم على الرسل، مش أم من بطرس أو من غير بطرس. ودي موجودة في أعمال إصحاح 15. وبعدين نجد في أعمال 8 عبارة لطيفة جدا عن إيمان استمر. إيمان إيه؟ استمر. شوفوا يقولوا ايه، بس اعمال 8 من آية 14، ولما سمع الرسل الذين في أورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزل صلي لأجلهم لكي يقبل الروح القدس. يبقى مجمع الرسل أرسل بطرس وأرسل يوحنا، يبقى يوحنا كان أحد المرسلين من الرسل، مش هو راح لوحده وقال يلا يوحنا يلا نروح نديهم الروح القدس ونيجي، ده مجمع الرسل هو الذي أرسل يوحنا وبطرس ليه. نقطة ثانية أحب أن تعرفوها جميعا، وهي أن الآباء الرسل كانوا أساقفة مسكونيين وليس أساقفة محليين. عارفين يعني أساقفة مسكونيين؟ إكيومينيكال، يعني بتوع العالم كله. فبطرس مثلا خدم في أورشليم، خدم في أنطاكيا، خدم في بلاد أخرى، بولس الرسول خدم في أورشليم، خدم في أنطاكيا، خدم في قبرص، خدم في بلاد اليونان، خدم في روما، خدم في حتت كتير. فما كانوش أساقفة محليين، يعني ما نقدرش نقول بطرس الرسول أسقف محلي يخلفه أسقف محلي، ده رجل عام بتاع العالم كله. مين اللي هيورثه؟ اللي يورثه العالم كله بقى، ده رجل بتاع العالم كله، لم يكن أسقفا مكانيا. لما الكاثوليك يحاولوا يعني يتملصوا من النقطة دي يقول لك هو كان محلي بالنسبة للعالم كله، هو كان مسكوني بالنسبة للعالم كله ومحلي بالنسبة للروم. لا لا، كلام ده كلام محلي بسكر، كلام مش معقول. دول كانوا أسقفة مسكونيين وليسوا محليين. حد بيسأل حاجة؟ طيب نيجي لحكاية الصخرة. المسيح كان بيسأل وماذا تقولون إني أنا؟ فبطرس قال أنت هو المسيح ابن الله. فقال له طوباك يا سمعان الجنونة إن لحما ودما لم يعلن لك إلى آخر، ومن الآن أنت بطرس على هذه الصخرة أنت بيعتي وأبواب الجحيم لن تبقى عليه إلا أخر. مش معقول إن السيد المسيح يبني الكنيسة على شخص، وشخص إيه؟
شخص من الممكن ان هو يهتز، ومن الممكن ان هو ينكر المسيح 3 مرات، ومن الممكن ان هو يخاف امام جارية، ومن الممكن ان هو يخاف امام اليهود ويسلك مسلكا ريائيا. وبخه عليه بولس الرسول في غلطي اصحاح 2. دي نمرة ايه؟ 2. كمان الصخرة قيل عنها ان هي المسيح في شواهد متعددة كثير، زي كورنثوس الاولى 10:1، حتى بطرس الرسول في رسالته الاولى بيقول مبنيين على اساس الرسل والانبياء وحجر الزاوية هو المسيح. فقال على اساس الرسل والانبياء، ما قالش على اساس شخص معين، وقال وحجر الزاوية هو المسيح. وكورنثوس الاولى 10 قال وكانت الصخرة تتابعهم والصخرة كانت المسيح. وكتير قوي في المزامير بيقول انت صخرتي قوتي، بنقولها للرب. كمان العجيب جدا ان نفس الاصحاح اللي السيد المسيح قال فيه لبطرس الكلمتين دول اداله كلمه ثانيه الواحد لما يشوف يخاف. في نفس متى 16، في نفس متى ايه 16، يعني بينهم ببعض 4 آيات يمكن الحاجة كده الحكاية. شوف قال له يسوع في فترة جمعان الديوني وأنا أقول لك أنت بطرس الآخر وأعطيك مفتاح ملكوت السموات، كل ما تربطه على الأرض يكون مربوط وما تحله. دي لغاية متى كام؟ 19. بعد كده بطرس المسيح تحدث عن آلامه وإنه يسلم لأيدي الخطاة ويصلب. بيقول إيه الكتاب؟ فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهر قائلا حاشاك يا رب. أول مرة أشوف رسول بينتهر الرب نفسه. لأن أنا بصيت وقعدت أبص فيها وأبص كلمة انتهر ودي صحيح ولا لا. بيقول إيه؟ فأخذه بطرس إليه وانتهر وابتدأ ينتهر قائلا له حاشاك يا رب، اوعى تروح وتسلم نفسك وتطلب وتطلب وتموت، احنا عايزين نرفعك فوق. حاشاك يا رب لا يكون لك هذا، لا يكون لك هذا، الفداء راح والدنيا راح. فالتفت الرب وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معترف لي، لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. بايه 23 واعطاء المفاتيح في ايه 19 وهم الاثنين في اصحاح 1. يبقى ربنا هيبني كنيسه على انسان بعد كده يقول له اذهب عني يا شيطان انت معترف لي لانك لا تهتم بما لله بل بما للناس. اذهب عني يعني بيطرد، ويا شيطان ادي نمره 2، ومعصرة لي ادي نمرة 3، ولا تهتم بما الله بنزل من هذه النمرة 4. كلام ده معقول؟ فالوضع السليم ان الصخرة هي ايمان بطرس بان المسيح هو ابن الله. ويعني حتى هذا الايمان لي عليه بعض التعليقات أخرى لا تخفى عن فطنتكم وأنتم قارئون للكتاب المقدس ودارسون لآياته. فكركم بطرس هو قال أول واحد قال للمسيح أنت المسيح ابن الله؟ طب خذوا نثانائيل، نثانائيل في يوحنا 1:47، يعني ده لسه وهو المسيح بيجمع تلاميذه، مش في السكة في متى 16، لا ده لما المسيح قال له
قبل أن رآك في لبس وأنت تحت السينة أنا قد رأيت. أجاب ناتانائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. هو المسيح يعني. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأن قلت لك أني رأيت تحت السينة؟ لو فترى ما هو أعظم من هذا. الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون. هو ده أول واحد قال له يعني إنك أنت ابن الله. واحد بيقول المسيح قال: اذهب يا شيطان، يقصد الشيطان الذي تكلم على لسان بطرس وليس بطرس. أو طبعا طبعا الوضع على كده، لكن يعني كون الشيطان يتكلم على لسان بطرس وبطرس يكون وعاء لهذا الشيطان وموافق على كده، ثم دي لخبطه برضه. بقى المسيح ابن الكنيسه على واحد ممكن الشيطان يتكلم على لسانه، بتبقى كارثه. المهم انا بس بقول يعني ان المناسبه اللي قال له فيها: اعطيك المفاتيح، المفاتيح اداها الكل، سلطان الحل والرب اداه للكل، انت صخره، الصخره دي هي المسيح نفسه او هي الايمان بتاع بطرس، مش نفس ايمان بطرس. يعني الايمان اللي انت بتقوله هو ده، ان ده المسيح ابن الله، هو على هذه الصخره ابني بيعت، مش على بطرس اللي ممكن يخاف من جاريه وينكر المسيح. وفي نفس الاصحاح قال له: اذهب عني يا شيطان، انت معصره لي لانك لا تهتف. كل كلمه والثانيه تطيب المفاتيح. معلش نخش في حكايه بطرس. ذكر اولا هو السيد المسيح، جابها من الناحية التاريخية مش من الناحية الرئاسية، يعني من ناحية اللقاء الأول مع باقي الأخ. وقطعا لو ذكرنا 12 تلميذ وقعدنا نقول أسمائهم لابد واحد هيطلع الأول، لكن دي مش معناها إن واحد رئيس للكل. ومع ذلك نشوف الدعوة التي دعا فيها المسيح بطرس، لم يدعوه وحده إطلاقا، كان هو وانضراوس، وقال لهم: هلما ورائي فأجعلكما صيادي للناس، صيادي للناس. من جهة تغيير الأسماء غير أسماء كثير. يقولون في واحد يسأل بيقول: القديس بطرس رسول مسكون والقديس مرقس هل هو رسول مسكون؟ وهل نحن أيضا كرازة المرقسية وبذلك نجعله رسولا محليا؟ هو ماري مرقس كان الرسول المحلي لمصر، ولكنه ساعد الآباء الرسل اللي هم كانوا مسكونيين. يعني هو نفسه في الوضع ده كان بيساعد، ما كانش بالنسبة للناس، لكن مع ذلك كان له عمل مسكوني في مساعدة الآباء الرسل بطرس وأبوه. بيقول هو الأول في تبشير اليهود وفي قبول الأمم وفي انتخاب مسياس وشفاء الأعرج وتفنيد اتهام اليهود لهم بأنهم سكارى. أنا عايز أقول نقطتين في هذا الأمر. النقطة الأولى: كان بطرس كبيرا في السن فكان شيخا بينهم، كانوا يحترمون شيخوخته وليس رئاسته، كما أنه كان مشهور بأنه مندفع، هو اللي يروح مندفع على طول، فكان يسيبوه مندفع لما نشوف حكاية إيه. كان هو الأكبر سن، ومع أنه الأكبر سنا بولس الرسول قال: قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، وقال له: وإذا كنت وأنت يهودي تسلك كالأمم فلماذا تطلب من الأمم أن يتهودوا؟ وقل: وبخته لأنه سلك مسلكا ريائيا. إيه
لو كان هو الحاجة الكبيرة دي طبعا ما كانش يقوله قدر يقول له كده. في مرة فاكر الحكاية دي وأنا علماني قبل ما أطرح، يعني ربما من قيمة 40 سنة ولا حاجة، شفت كتاب مقدس باللغة الإنجليزية بس كتاب كاثوليك، جايبين فيه ازاي بولس بيوبخ بطه، ازاي بولس ايه وكاتب وبختهم وجهه، فبطرس جايبينه وحاطط رجل على رجل كده وواخد راحته في القعدة، وبولس الرسول واقف جنبه كده يوبخه مواجهة وهو منحني القامة ومنحني الهامة لكي يوقع عليه الملامة في هذه الانحناء. خجلان وبيوبخه مواجهة كده. خجلانين بقى. حاجة تانية عايز أقولها، إن إن كان بطرس ذكر أحيانا أولا ففي أحيان أخرى لم يذكر أولا، فمثلا في غلاطية 2 لما بيتكلم بولس الرسول بيقول انني عرضت انجيلي على الثلاثه المعتبرين اعمده في الكنيسه اللي هم يعقوب وبطرس ويوحنا، فما جابش بطرس الاول يعني مش مشكله. بطرس ايضا لم يدعي الرئاسه في رسالته الأولى، رسالة الأولى إصحاح 5 يقول: أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد. رفيق وشريك زي ما يوحنا الرسول قال: أنا أخوكم يوحنا وشريككم في الضيق. الرسل ما كانش حد فيهم بيتنفخ وبيقول كده. طب ايه رايكم في كلام بولس الرسول يقول: وانا تعبت اكثر من جميعهم، اكثر من جميع الرسل. نقطه تاني، طب على العشاء الرباني لما اراد بطرس ان يعرف مين اللي سلم النصير راح اترجى يوحنا: إذا كنت أنت يا أخي الأول ومذكور في الأول ويعني لك هذه المكانة، ليه تروح تترجى يوحنا وتقول له قل للمسيح، ويوحنا يتكع على صدره وقول له مين، وبعدين يعطي الإجابة لبطرس. أما حكاية أن بطرس كان شخصا مندفعا دي كان الطبيعة فيه، يعني لا تثبت أولويته إنما تثبت اندفاعه. مثال لهذا في مرقس 9 في قصة التجلي، قصة الايه التجلي، حدث التجلي، التلاميذ كلهم شايفين وساكتين، ومعضبط يقول ايه: فجاء لبطرس يقول ليسوع: يا سيدي جيد ان نكون ها هنا، فلنصنع 3 مزار، لك واحده ولموسى واحده ولإيليا واحده، لانه لم يكن يعلم ما يتكلم به. اهو مندفع ولا يعلم ما يتكلم به، والتانيين قاعدين ساكتين ومحتفظين
بأنفسهم بلا خطية وبلا اندفاع، وده يقول تكلم ولا يعلم ايه ما يتكلم. طبعا كده. ولما المسيح تكلم في متى 16 عن انه سيسلم للخطاة ويصلب ويتألم ويقوم، كلهم ساكتين مع ربط. قال له حاشاك يا رب، فخد له كلمتين عشان يحرم يتكلم تاني. قال له انت معترف لي، انت بعدني يا شيطان. طب ما كل ساكتين، هو اللي مندفع في الكلام، دي اسلوبه، هو اسلوبه كده. دي معناها انه بقى رئيس، لانه اندفع في الكلام واتكلم اولا ومحدش يتكلم غيره، وخد له كلمه توبيخ، دي تبقى رئيس. دي في غسل الارض، كلهم بتتغسل ارجلهم في هدوء وساكتين، وإلا الوحيد اللي يندفع يقول له ابدا يا رب لا تغسل رجلي ابدا. قال له ان لم اغسلك لا يكون لك ما نصيب. قال له خلاص اغسل كمان راسي وجاي وكل. قال له كفايه عليك رجليك. قال طبيعته كده يندفع في الكلام ويقول له توبيخه على الكلام اللي بيقوله، وتبقى دي رئاسه. طب انا خايف لا يكون سمعني دلوقتي قولي تعالى ربنا يستر. وبعدين في لوقا 22 المسيح بيقول لهم كلكم تشكون فيا في هذه الليله. الشيطان مزمع ان يغربلكم. بطرس يقول له كلهم ده لو شك فيك الجميع انا لا اشك، ده لو ادى الامر اروح السجن معاه، ده لو انكرك الجميع انا ما انكرك. قال له انت بالذات يا كثير الكلام يا مندفع، انت هتنكرني ثلاث مرات قبل ما يصحي، وانا كنت بطلب من اجلك لئلا يفنى ايمانك. ده كلمة يفنى ايمانه بيصدقني كان مصر الصعبان علي في مصر، بيصلي من اجله لئلا يفنى ايمانه، ايمانه كان معرض ان يفنى. طريقته كده اثناء القبض عليه كلهم ساكتين، وده اللي راح رافع السيف وضارب وسن العبد الطيار. المسيح قال ما تبطل الانتقام، رد سيفك لغمده، من اخذ بالسيف السيف يؤخذ، وراح معالج الموضوع. هو في الاندفاع ده طبيعته كده. اقول هذا واعترف ان هذا الرسول العظيم لا نستحق تراب رجليه ونطلب صلواته وشفاعاته حسن يقابلني في الابديه. يقول لي تعالى لما نتحاسب. انا متاكد انه اعترف بدول مره الموضوع، بس صدقوني في الابديه هو هيقول ابدا انا ما قلتش ان انا رئيس عليهم، ده هم بيلزقوا فيا التهمه دي. ويقول لي ربنا وانا بتعرف هسه انا ما عملتش، انا ما ده حاجه سيدي. نيجي بقى الحكايه بتاعت ارعى غنمي وارعى خراب. ارعى غنمي ناخد ونشوفها تدل على رئاسه ولا ما تدل. شوف عايز اقول لكم كلمتين في سركم، يعني دي سر ان احنا ما تقولهمش لابونا بطرس اللي معلمنا القديس بيقول ايه. هو بطرس بعد ما انكر المسيح كان مكسوف جدا، مكسوف ايه جدا، ومحتاج جدا لكلمه تعزيه، وممكن ان تقف امامه عباره من ينكرني قدام الناس انكرهم انكره قدام ابي وملائكته في السماء، فيحتاج لتعزيه. من اجل التعزيه حدثت عده امور. اول امر بيقول ظهر اولا لبطرس، ليظهر دي عزيز لانه يفتكر ان هو اتشطب اسمه واكمنه انكر المسيح. ده مش انكر بس، ده بيقول الكتاب بدا يسب ويلعن ويقول لاعرف الرب. طبعا بيسب في مين؟ لا يمكن بيسب في هيرودس ولا بيسب في بيلاطس، بيسب في المسيح. ما هو مفيش غير بيسب في المسيح واللي مع المسيح. عشان كده انكسف وبكى بكاء مر عظيم. ده
فبعد كده يبقى اللي انكر المسيح وقال لا اعرف الرجل، لا اعرف الرجل، يبقى ده هيفضل رسول. فالمسيح اراد ان يظهر له ويكلمه ويعزيه ويقول له انت لسه باقي في الرسوليه كما انت. هذه المساله كلمة ظهر أول بطرس، لأن الباقيين مش محتاجين للحكاية دي زي احتياج بطرس. أنكر وسب ولعن فيه وفي الجماعات. طب نهاية نشوف الكلام بيقول إيه. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحب. قال له: ارعى خرافة. قال له أيضا ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحب. قال: ارعى غنم. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ تحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ قال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له: ارعى غنم. يشوفه. أول حاجة ابن السؤال أتحبني معناها هذه المحبة موضع سؤال وموضع شك. ما قالت الله لواحد من التلاميذ أتحبني، لأن معروف أنهم بيحبوه، لكن بيسأل ده بالذات أتحبني، السؤال ده كان موضع يدل على موضع شك وموضع بلاش موضع شك، موضع تساؤل او موضع توبيخ كما ستعلمون. ثانيا المسيح ناداه باسمه القديم، اسمه العلماني، الاسم قبل التكليف، يا سمعان ابن يونا، ده غير اسمه من سمعان الى بطرس، وقال له: توباك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لك انت بطرس. وعلى هذا الصخر قبل الكنيسه. فلما اعترف الاعتراف الحسن واتكلم كلام كويس اداله اسم جديد هو بطرس. دلوقتي بيناديه باسمه القديم، باسمه العلماني، يا سمعان ابن يونا، وكرر له الاسم العلماني ده 3 مرات. ده انا فاكر مره من القصص اللي بتقال في التاريخ، ان مره ايام البابا يوحنا 16 اللي حكاها لي القصه دي الانبا توفيق الله ينعمه، كان واقف في مجمع من المجامع انبا بطرس القديم اللي كان نصران اخنين وصهاد، واتكلم كلمه زعلت البابا. فالبابا ناداه باسمه القديم قبل الرسام. كان اسمه حكيم ابراهيم. ناداه باسمه الالماني القديم، فاول ما ناداه رمى نفسه تحت رجلين البابا وبكى وقال له: مش شمت من هنا غير لما ترجعني تاني. وبعدين قال له: انا شعرت انك انت لما ناديت باسم القديم ان قوه الكهنوت رفعت عني، لانه ناداه باسمه الالماني. فده جه المسيح بينده له باسمه الالماني يا سمعان ابن يونا ويكررها له 3 مرات. يبقى دي كان في موقف تمجيد واعطاء رعايه الكنيسه. ثم تكراره سمعان ابن يونا 3 مرات واتحبني 3 مرات مقابل انكاره 3 مرات، بس باسلوب المسيح اللطيف الوديع الهادي اللي ما يوبخش بطريقه جارحه، انما يوبخ بطريقه تتفهم من تحت لتحت، من بعيد لبعيد كده، باسلوب هادي: يا سمعان ابن يونا باسمه الالماني واتحبني، كما لو كانت محبته موضع سؤال، و3 مرات كما انكروا 3 مرات. واخدين بالكم الكلام ده؟ ونلاحظ ان اول مره قال له اتحبني، قال له: نعم يا رب انا احب. فساله ثاني قال له: اتحبني؟ طب كلمه نعم يا رب انا احبك دي راحت فين؟ حوش.
وقالها له مرة ثانية نعم يا رب نحبه. فسأله مرة ثالثة قال له أتحبني؟ فحزن بطرس. فلو كنا في موقف تمجيد وموقف تسليم الرعاية للكنيسة لماذا حزن بطرس؟ بيقول حزن بطرس لأنه سأله للمرة الثالثة أتحبني. إذن كان الموقف موقف توبيخ ولكن بأسلوب المسيح الرقيق الذي لم يذكر له أنت أنكرتني ثلاث مرات وأنت قلت لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك. طب لو أنكرك الجميع دي رد المسيح عليه إيه؟ قال له يا سمعان ابنيون أتحبني أكثر من هؤلاء؟ ما انت بتقول لو انكرك الجميع انا لا انكرك، لو شك فيك الجميع انا لا اشك فيك. انت يا سمعان ابنيون تحبني اكثر من كل دول؟ قال له نعم. قال له طب مره ثانيه تحبني اكثر من دول؟ قال له ايوه. قال له مره ثانيه. يا جماعه ده مش موقف تسليم رعايه، ده موقف بيوبخه بس باسلوب المسيح الهادئ اللطيف. كلمة ارعى غنمي ارعى خرافي معناها انني ارجعتك الى منصب الرعاية التي الذي ظننت انه راح منك بنكرانك. يعني بعد ما انكر المسيح هل ما اقول يبقى راعي؟ ده بيقول من انكرني انكره قدام ابي الذي في السماوات. فكنا نقول له ارعى غنمي يعني انا ما زلت احتفظ بك كرسول، ما زلت احتفظ بك كراعي على الرغم من كل اللي انت عملته. عشان كده حزن. هنا وأحب أنكم تحتفظون بقاعدة اللاهوتية. إيه القاعدة اللاهوتية؟ زي ما قلت لكم أنا ما يهمنيش المعلومات، يهمني أنكم تفهموا. إن مش واحد ياخد آية ويقول المسيح قال لبطرس ارعى غنمي، قال له ارعى خرافي ولا اتفضل أهو سلموا الرعاية. لا، ادرس الكلام، ادرس المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام، ادرس النتيجة. ان بعد ما قال له الكلام ده حزن، فلو كان بيسلموا رعاية الكنيسة كلها لثلاث مرات ما كانش يحزن بطر، كان ينبسط. فدايما ندرس الموضوع، نبحثه، نشوف المناسبة، نشوف النتيجة. كمان لا ننسى أن الرعاية مسألة أعطاها المسيح للكل كما أعطى السلطان للكل. يعني مثلا لما نأخذ في أفسس 4 يقول وهو أربعة آية 11 وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. فكلمة رعاة أعطيت لكثيرين. ونفس بطرس الرسول في رسالته الأولى في الإصحاح الخامس يقول آية 31 أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم وشاهد لألام المسيح وشريف المجد العديد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا لعنة الرب. ارعوا رعية الله عند الرعاة. وفي أعمال 20:28 في كلام بولس الرسول لما نادى على أساقفة أفسس قال لهم إيه؟ احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا
كنيسة الله التي اقتناها بدمه. فمسألة الرعاية أعطيت لكثيرين، مش بس بطر. بس كلمة إرعى قدم إرعى خرافي هنا يعني معناها أرجعتك إلى مسؤولية ومنصب الرعاية اللي أنت افتكرت إنه راح منك بنكرانك للمسؤول. حكاية أول من ظهر له أول من كلمه زي ما قلت لكم دي تعزية لي. تعزية إيه؟ لي إنه يعني غلبان ومكسوف وعايز واحد يقول له كلمتين يعزوه. واحد أنكر ما تحتاج مرات مش مكتوب فيسهر له يعزيه. ثم أن ظهر أولا لمريم المجدلية، ومريم المجدلية بأعظم من رسل بلاش كلمة أولا دي والهيصر. مرقس ابني دي لفارق السن ده كان قريبه بالجد، ومرقس أثناء صلب المسيح كان شاب صغير يمكن بتاع 19 سنة، بينما كان بطرس دقنه بيض يعني كان رجل كبير في السن. فقال مرقس ابني، مش ابني يعني خاضع لرئاسته، لا، لأن الكاثوليك يتمادون كثيرا في هذا الأمر ويقول أن مرقس الرسول كان سكرتيرا لبطرس الرسول، وإنجيل مرقس كان هو مجرد عظاب بطرس وكتب مرقس. أبو بطرس ما كانش عارف يكتب يعني ولا وجوابنا على هذا ان انجيل مرقس ليس من ايحاء بطرس انما من وحي الروح القدس يعني. اهو كلام. ثم حاجه ثانيه يعني نقولها في السر كده واخواتنا الكاثوليك ما يزعلوش منها. ان كان يعني بطرس اتخذ مرقس كابن خاص ليه والسكرتير الخاص وانجيل مرقس هو ده عظاته الى اخره، طب ليه مرقس ما خلفوش في رئاسه روم؟ ده لو صح يعني ده ابنه بقى، ابنه وسكرتيره وكاتب عظاته يعني موضع ثقه. ليه بعد ما بطرس مشي ما سابش مرقس يمسك الدفه بعد منه؟ يعني هيكون مش احسن من اسقف روما ساعتها اللي ما نعرفش اسمه ساعتها كان مين؟ مين فيكم يعرف اسقف روما ايام موت بطرس او استشهاد بطرس كان مين يعني؟ واحد من الناس اللي لم يعنى الكتاب بانه يذكر اسمه يعني. طيب ما فادتش غير حاجة بسيطة خالص ما تخدش انت بمزاعة تعتمد. لا حاجة بسيطة جات يعني. لا انا هخش بس ايه في مسألة رئاسة روم. اول سؤال، هل بطرس هو مؤسس روما؟ وانا حدثتكم من قبل على ان مؤسس روما كان ايه؟ بولس الرسول. وهقول كلام باختصار لأن المعرفة الكاملة عندكم. أول حاجة إن قيل إن بولس الرسول هو رسول الأمم وبطرس رسول الختان، موجودة في غلاطية 2:7. فإذا كان بولس هو رسول الأمم، روما دي تبع للأمم مش تبع لليهود أهل الختان، فيبقى بولس رسميا مسؤول عن الأمم. وفي أعمال 22:21 ربنا يسوع المسيح قال له ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم، يعني أخذها رسمي. وحتى لما ظهر في الأول في أعمال 9 قال ده يكون إناء مختار يحمل اسم دين الأمم. في أعمال 23:11 قال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روما أيضا. إذن السيد المسيح جعله رسول للأمم وأرسله إلى الأمم بالإذن،
وأرسله إلى روما بالإسم. حتى كورنيليوس دي كانت حتى فردية. بولس الرسول هو الذي أرسل رسالة إلى أهل روميا مش بطرس. ده بطرس لما أرسل رسالة أرسلها إلى اليهود الذين في الشتات في الدياسبورا، لكن ما أرسلش لروما. وبولس لما أرسل لروما قال لهم أنا بصلي إن ربنا يبعثني ليكم لكي أبشركم، لكي أحمل ليكم رسالة روحية. فمش ممكن يقول لهم أنا جاي أبشركم لو كانوا تبشروا من قبل. ومن أجمل الكلمات التي قيلت في هذا الموضوع ما ورد في رومية 15-20. بولس الرسول قال إن أنا وضعت لي مبدأ إنني لا أبني على أساس وضعه آخر، ولا أكرز حيث يدعى باسم المسيح. الراجل لا يبني على أساس وضعه آخر، مدام هو راح لروما وكرز في روما يبقى هو كان أول الكارزين فيها ولم يكن يبني على أساس وضعه آخر. لما نقرأ في أعمال 28 نلاقي لما راح روما ما كانوش يعرفوا حاجة أبدا عن المسيحية. قالوا له كل اللي نعلمه عن هذا المذهب انه مضطهد في كل مكان، فايه الحكايه؟ فبدا يكلمهم فاختلقوا مع بعض. قال لهم حسنا تنبأ عليكم اشعياء انكم سمعا لا تسمعون ولا تفهمون وخضعوا منه. فما كانوش عارفين حاجه. ده لو كان زي ما بيقول الكاثوليك انه بطرس بشر هناك 28 سنه ونهايه ال 28 سنه انهم مش عارفين حاجه ولا نعرف، يبقى بقى كراسة بطرس كانت ايه يا رب؟ انا شخصيا كانسان مقدس معلمنا القديس العظيم بطرس الرسول ويرى انه بعظة واحدة في يوم الخمسين جاب 3000، فلو كان بشر 28 سنة في روما ده كان حرقها حرق ما كانش خلى فيها ابدا الا كلهم مسعين من هون مخط. ده احترامنا لبطرس تقول كده. لكن كل ان بولس يروح يلاقيهم مش عارفين حاجة ولا يعرفون عن هذا المذهب الا ان اضطهد في كل مكان، معناها ان القديس العظيم بطرس الرسول ما بشرش هناك. بقى معقول بطرس يبشر ويسيبهم ما يعرفوش حاجة؟ دي حد يقلها؟ بطرس الرجل العظيم اللي فاز واحدة جاب 3000 يبشر في روما 28 سنة ويخرج بلا النتيجة، يبقى الله يعوض علينا كلنا. فالراجل وفاضل اسمعوه. وبعدين في أعمال 28 آخر آيتين في أعمال 28، يعني لو واحد سأل وقال لكم كيف تثبتون كرازة بولس الرسول لروما، تقولوا آخر آيتين في سفر أعمال الرسل. إن كنتم مش حافظين 28 ولا الباقي تقولوا آخر آيتين في إيه؟ استأجر بولس بيتا في روما وجلس فيه سنتين يكرز لكل الذين يأتون إليه ويكرز باسم يسوع بكل مجاهرة وبلا مانع. السنتين دول أسس كنيسة روما. السنتين دول أسس كنيسة روما في النصف الثاني من الستينات بعد تأسيس كنيسة الإسكندرية بعديد من السنوات، لأن روما الإسكندرية تأسست قبل روما. نقطة ثانية، ما فيش آية واحدة في الكتاب المقدس تقول إن بطرس راح روما ولا آية. لما بيحاول الكاثوليك يدوروا على آية من هنا وهنا يقولوا الآية اللي موجودة في بطرس الأولى 5-13 تسلم عليكم المختارة التي في بابل ومرقس ابني، ويقولوا بابل دي الاسم الرمزي بتاع روما. دي كلمة بابل دي يعني بابلون اللي هي مصر، عاصمة مصر في ذلك الحين بابلون. اللي تلاقوا هناك وانتوا بتروحوا تزوروا المتحف يقول لك بابليون مدرج وبتاع، كان اسمها كده. ف معقول ان تأسيس كنيسه
يدعون أنها أعظم كنيسة في العالم وتقود العالم كله وعاصمة المسيحية في شرق الدنيا وغربها، إن ما فيش آية عن تأسيس وكلمة بابل. بابل في سفر الرؤيا يقول أم زوان الأرض لها سمعة سيئة جدا. معقول أن بولس الرسول توجد آية على أنه حلق راسه في كنشاريا، وما فيش آية على أن بطرس راح روما؟ يعني أهمية حلاقة شعر بولس أهم من ذهاب بطرس روما؟ في آية عليه أهم؟ أعمال 18-18 أجفالكم. بيقول وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة ثم ودع الأخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه برسكلة وأكلة بعدما حلق رأس الكنشاري. حلقة شعره دي أهم من تبشير روما بتاع بطرس، حاجة تكسر. كذلك لا ننسى إطلاقا أنه من روما بولس الرسول كتب عدة رسائل إلى بلاد أخرى، تلاقوها في آخر سطر في الرسالة يقول لك كتبت من روما على يد فيفي على يد فلان على يد علان. من روما كتب بولس رسائله إلى أفسس، ومن روما كتب رسالته إلى فيلبي، ومن روما أرسل رسالته إلى كولوسي، ومن روما كتب رسالته إلى فيليبون. فالراجل قعد سنتين هناك وبشر من السفر، ما كانوش يعرفوا حاجة، وبعدين كتب رسائل لبلاد كثيرة من روما وهو قاعد في روما. وبعد كل ده نقول بطرس حاجة تانية نقولها، إن بطرس الرسول العظيم القديس أسس كنيسة أنطاكية أيضا، وكان من أوائل الذين بشروا في أورشليم. لماذا أنطاكية؟ لا ترثوا إن كان في وراثة الرئاسات الكنسية، ودي أقدم منهم بكثير. وليه أورشليم ما ترثوا؟ في كلمة قلتها لكثيرين وسؤال سألته وبقي السؤال بلا جواب، وهقول لكم هذا السؤال واسألوه لمن شئتم من الناس، واللي يجيب لي إجابة عليه له مكافأة كبيرة جدا. هقول لكم السؤال، شوف في مبدأ الوراثة، لو كان بطرس الرسول يعني لو فرض احنا اثبتنا ان مفيش رئاسة عامة، لو فرضوا في رئاسة عامة ان تنازل يعني، وبنقول هو لم يبشر روما، لنفرض ان هو اللي بشر روما، يعني نمشي على الاخر لنفرض ان في رئاسة عامة ونفرض ان بشر روما، فهل ورثه اسقف روما وصار اسقف روما رئيسا للكنيسة من بعده؟ السؤال هو الاتي، بطرس الرسول استشهد سنة 67 ميلادية، ويوحنا الحبيب بقي على قيد الحياة على الأقل 30 سنة بعد كده. يعني لما نقول استشهد 97 ده بعد كده كمان، نعم ده بقول 67 استشهد بطرس، أنا بقول على يوحنا، يوحنا تنيح بعد كده بأكثر من 30 سنة. فأثناء 30 سنة من كان رئيس الكنيسة العامة؟ لو كانت في رئاسة عامة يعني، هل معقول أن أسقف روما يبقى رئيس الكنيسة العامة في وجود يوحنا الحبيب؟ أحد الأعمدة الثلاثة، أحد الرسل الاثني عشر اللي كان بيترجاه بطرس يقول له مين اللي غمس، مين اللي سلم المسيح، اللي احد الاعمدة الثلاثة اللي كانوا موجودين ساعة التجلي، اللي كانوا موجودين ساعة جثيماني، اللي كانوا معقول ان اسقف روما وهو تلاميذ الرسل يرأس الكنيسة في وجود يوحنا الحبيب؟
في وجود واحد من الاثني عشر ومش واحد هيئ واحد من الاعمده بتوع التمييز. افرض افرض بطرس كان رئيس الكنيسة بالحق بالبطرس اللي حصل، مين اللي يخلفه؟ يخلفه يوحنا اللي هو الرسول الباقي في الاثني عشر، ولا يخلفه اسقف روما اللي هو احد تلاميذ الرسل؟ طب بلاش كده، دول 30 سنة يعني فيها اسقف لروما واتسيح واسقف ثاني وربما اسقف ثالث، يبقى كل دول ولاده الصغيرين او اولاد اولاده، يبقى يرأس يوحنا ويوحنا يقول له سمعا وطاعة يا مولانا. ده كلام ايه الكلام ده؟ وافرض منطقيا ما كانش اسقف روما هو الرئيس ويوحنا تولى رئاسة الكنيسة، يبقى مين يخلف يوحنا؟ اسقف افسس، واحد من رعاة الكنائس السبع التي في آسيا اللي بعت لها مين؟ طبعا لا في رئاسة عامة ولا في خلافة في الرئاسة ولا في حاجات من نوع. طب في وقت من الأوقات كان القديس أثناسيوس أكبر رأس في المسيحية وكان يقود العالم لاهوتيا وتعليميا وكل حاجة، هل معناها ان بابا الاسكندرية الذي خلف أثناسيوس يبقى هو رئيس العالم المسيحي، او أثناسيوس في عظمته هذه كان بيرأس العالم المسيحي كله؟ هو اكبر شخصية لكن ليس رئيس العالم المسيحي، وخليفته لا يخلفه في رئاسة عام ابدا. واحد يقول لكن أثناسيوس كان بيروح لروما عشان تسند دي، عشان العاصمة وفيها الامبراطور واسقف روما يقدر يتصل الامبراطور، لكن عندما كان أثناسيوس البابا الاسكندري يدخل الى روما كانت بترتج روما كلها تقف على رجل، لان أثناسيوس جه وكان يؤسس كنائس في اوروبا وفي غيره ويرجع زي ما هو. أثناسيوس هو أثناسيوس، حتى إن اضطهد برضو أثناسيوس، الأسد لما يحبسوه في قفص هو أسد، وأي واحد تاني طريق هو برضو واحد تاني، ثلاثة نقول كده، لكن أثناسيوس هو أثناسيوس. يا ما في كنائس في ألمانيا وعلى طول نهر الراين أسسها أثناسيوس، أسسها وكونها وسقها لصحابها، احنا ما كناش بتوع يعني رئاسات بره وجوه، كنا بنأسس الكنائس ونسيبها لصحابها. كيرلس الكبير كان رئيس مجمع أفسس المسكوني سنة 431 ميلادية، يعني رئيس على مجمع كنائس العالم كله وأكبر عقلية لاهوتية في العالم وبيقود الإيمان في العالم كله. هل نقول عليه كان بيرأس العالم؟ فيش رئاسة ولا حاجة. وخليفته البابا توفيق يرأس العالم كله؟ أما الكلام اللي يقولوه على إن أثناسيوس مثلا كان يبعت لحد كلام فيه احترام، ده أدب الآباء في تخاطبهم مع بعضهم البعض، أدب الآباء في تخاطبهم مع بعضهم البعض، الواحد فيهم يبعت لأي حد تاني يمدحه بكلام لطيف، ده أدب التخاطب، مش معناها إن واحد خاضع لحد. نكتفي بهذا ولا نعود إليه مرة ثانية.